السلام عليكم، تشكى نادور بريس إزير دي تلحق مركز جامعة مهاجر اللي هو سوق الأحد. بالنسبة لي ثواثاق ما مشت اسما حديثا، قانس ثواث السوق قديما رخو سمات ثواث سوق الحد. ثواثا ديج المعلمة تاريخية يبنات الاستعمار الاسبانيون، الاستعمار الاسبانيون ميتو غدانيتا تو غات هملا تطاس قبار وسوشين هو حق الناس باش تقيم لجن الرمز زي التراث من جامعات مهاجر او سوق الاحد. المجالس يعدون الطاس، المجالس يقعدون جماعة هملا تطاس وخسخ زي المنبر ولي تخسخ شكاخ الرئيس الجماعة السي حليب الشعرف يتوغن يعني كيج خدمث تحسب له انه يصنف ثواثة من بين السعدون دي الدورة مصنفة تعاد ثواثة تحسب زي التراث من جماعة مهاجر وتجي ليجن تغيروها تغيير ضام قران ولكن تزكيجن جالي بالنغنية فرحد توغاث سوق الحد توغاث ديجن أشهر المنطقة أو قدرات نسمى أم بني وليش كتاق بيتش نيه وليش يمكن قدرات نسمى تاق ذي ماس نيه وليش هو ذا الحد السوق مهاجر ذاني تتوغاث السوق قبري الحد توغيت عما ذا ذي نهانس ومن بعد ومي بدا ينقص شويه شويه يوضع تهجع عن المدن غويناث نظرا للطرق والو غمان والو تفوت والو تفوت يلا ابدا ليس الخان تزد وقيل على ما اظن دي 96 عادي الصغر وغادي 96 شي بدا شاد تقريبا 60 ل 100 نحو 70 ل 100 يوضع على حال خران. السوق ونيتا توغاتي تعمى يعني تجيجو عما تسوق دراسي وضن زي النظوة زي عاوي زي جميع المدن تقريبا شي نخ المغربية وشاوني غاد جيش السرعة يتسدي يتعرض يتداني يزنو زيت ثانيتا رخو على حال من يقيم زي سوق من جامعة مهاجر قيم زي سقش المعلمية ثانيتا اللي هي تاريخية وتقريبا ثمانية دقيقة من زي مهاجر حاليا مهاجر وذي بوش انحشت يعني وصفار راح قواني تيخصص باش هذي قيمة الدع يعني باش هذي قيمة الدع نسبيا ونسبيا بعدا خصص تيحونا خصص يجن السوق يعني هذي ريمون نش اتفق مثلا وخاف عن شويه ولكن هذيك النيج مينات هذيك النيج السوق امون نقدر نسمى الجماعي اللي خوينات دي سمون تحونا ولا هذيك شويه مينات شويه الاصلاح خفيف حاسك شويه الاشهار شويه مينات باش يوذن التس ربما التس شويه يوذن مستقبلا السياحه السعر زعما زان رحد زان ماني ديوسا ما يمي نش كيشي السوارن التصني وذان يعني ما ران نروح الاقاليم من الغرب ديال المغرب ما رات سقسي ما راتني ذات ابن هذا من زيب نطيب يقعرش ما نمشي نزيب نطيب قعدس زير حد وني السنان تقعدس زير حد وخميس راهي زير حد يقعرش ما راح دنيا يثوريش يعني راح دنيا يثوريش معروف على الصعيد الوطني لكن في الحقيقة يهمل الطاس من تعرف المجلس الجامعات المجالس مارة يقعدون السنة يهمل الطاس المنطقة ثانية وسلمين براوني تشكر السي حليم الخطوة يقيمو رئيس المجلس الحالي تشكر سوى الطاس الخطوة انه يصنف ثواثة من بين زي التراث تقبيتش نيت وريشش وشكرا وشكرا ندور بلي مرحبا
بزي ومتاحة بزي موقع نظر بريس في المجهودات يكتق منايا يتقامو يعني السكر تبذاتين العموم. بالمناسبة نتوجه الشكر للأعضاء موقع نظر بريس. داك واخا السؤال بالنسبة لي هو السوق نحد يزيد شي معروفة نيت ولا الشك نيغوم ما بش دوسي نعم يدوسي خذا غير الجماعة ثواث يعني الحالة اللي توغات وديت عجيب شا لأن ماش سنمتو غاسي شطواث نغني جيت نغني ثواثني بحكم أنه يمكن يقفيتي جو كاميو وزيسني يزدوا على نصغن زاد هدم ني غاسي التباش وده هدم لأن قل إخوان التصم المناظر لأن الإخوان ثعوان تموات يقيم ليس نحال قانا شرا ثواث يخسى تقيم قيخ المجهود نش نسقط شوية ميزانية نقاس شوية الإصلاح باش تقيم إن شاء الله تعني المدة لان مش سنم السوق نحد نيتوشك معروف زي قديم الزمن شين قميد كان سن حد من نيتوشك الناس سن قبع ذا ولو يجي نحاش بسيطة نحافظ خطواتها من الصيغة تيجي القيمة يتيش التاريخي الجمع المهاجر بصفة عامة الساكنة جمع المهاجر يعني الساكنة السوق لحد يزيتها معروف.